بسم الله الرحمن الرحيم. هناك بصمة أو رسالة صوتية يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق الرسائل، تحذر المواطنين من أن الجهات المختصة، الجهات الأمنية، سوف تقوم بإطلاق صافرات الإنذار التجريبية، وتطلب من المواطنين الحيطة والحذر أو عدم الارتباك أو التهيؤ لسماع هذه الصافرات التجريبية، والغرض على أساس أنه هذه الصافرات هي تجريبية ولا يوجد شيء تحسبا لحدوث طارئ لا سامح الله. الحقيقة حتى هذه المعلومة هي غير أكيدة وغير صحيحة. هذه البصمة المتداولة حاليا في وسائل التواصل الاجتماعي ومنتشرة عن طريق الرسائل الصوتية غير صحيح، لا توجد هكذا نية ولا يوجد هكذا تبليغ، وليس لدينا معلومات عن وجود صافرات إنذار سوف تطلق تجريبية أو غير تجريبية. هناك اجتماعات أمنية، هناك تعليمات تصدر، هناك جهات مختصة، عندما يتأكد الأمر أو نحتاج إلى إطلاق هذه الصافرات التجريبية أو إلى عمل مماثل، أكيد سوف يتم تبليغ الجهات الأمنية ويتم تبليغ الدوائر المؤسسات، حتى المواطنين يتم إعلامهم بشكل مسبق قبل فترة. ما يتداول الآن من رسالة صوتية حول هذه البصمة وأن هناك صافرات إنذار تجريبية سوف تطلق، هذا الأمر حاليا غير صحيح ولا توجد هكذا ممارسة أو فعالية.